واحد بيقول نريد أن نعرف رأي قداستكم في فيلم شفرة دافنشي. ده فيلم ضد المسيحية من أوله لآخره، والذين حضروا عرضه في إيطاليا لم يجدوا فيه أي ناحية فنية وأنا اجتمعت مع قادة الكنيسة البروتستانتية وكلهم مش موافقين على عرض الفيلم، ثم اجتمعت مع قادة الكنيسة الكاثوليكية والأنجليكانية وكلهم مش موافقين على الفيلم، وهو لا هيأثر في المسيحية في قليل ولا كتير. المسيحية دي زي ما قال الكتاب أبواب الجحيم لن تقوى عليه. وقال لها ربنا كل آية صورت ضدك لا تنجح. والفيلم ده من الناحية الأخلاقية مش مظبوط،